ما بين التصعيد الروسي والوثيقة الصينية وبين القبول الأوروبي لهذه الوثيقة ومبادرات السلام وحل النزاع بين روسيا وأوكرانيا، إلا أن زيلينسكي يفاجئ العالم برد غير متوقع، يفاجئ العالم برد سيتحول إلى كارثة وضحايا بالآلاف في صفوف القوات الأوكرانية، والنيتو ينقسم على نفسه، وتظاهرات عارمة في أوروبا دعما لروسيا. فهل بات الغرب على موعد مع بيع أوكرانيا والتخلي عن زيلينسكي لصالح بوتين؟ تصعيد روسي وأوكرانيا تستميت في باخموت وقتلى بالآلاف وضغط أوروبي على زيلينسكي. بعد أيام من إعلان الصين الوثيقة الدولية للسلام العالمي في أوكرانيا، وما بين قبول أوروبي وضغط أممي على الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بقبول التفاوض مع الدب الروسي، إلا أن الأوضاع في جبهات المعارك في أوكرانيا لا تنبئ بقدوم خير للقوات الأوكرانية، إذ تشير التقارير الصادرة على وزارة الدفاع الروسية بمقتل الآلاف من القوات الأوكرانية على يد القوات الروسية وقوات فاغنر في باخموت، والتي يدعي النظام في كييف أنها عاصمة الصمود ويدفع إليها بأحدث ما وصل إليه من معدات غربية وأوروبية، إلا أن قوات فاغنر تؤكد أنها باتت تسيطر على كافة خطوط الإمداد العسكري الواصلة للمدينة، وأنها خلال الأيام المقبلة ستتمكن من تطويق كامل المدينة. يأتي ذلك في ظل استهداف القوات الروسية لمخازن الذخيرة والمدفعية الأوكرانية، حيث تشير التقارير إلى استهداف مخازن للذخيرة تابعة للجيش الأوكراني في نواحي باخموت، كما تؤكد التقارير على قصف المسيرات الروسية شاهد 136 والتي تم جلبها من طهران للعديد من المناطق بالعاصمة كييف، وهو ما يؤكد على التصعيد الروسي الخطير قبيل الإعلان عن الهجوم الروسي المحتمل. منذ بداية العام الجاري وتشير الصحف الأوكرانية والغربية إلى استعداد القوات الروسية لشن هجوم عسكري ضاري على الأراضي الأوكرانية خلال فصل الربيع المقبل، وأن هذا الهجوم هو الأوسع منذ بداية الحرب في أوكرانيا، إلا أن الجيش الأوكراني لا يزال يدفع بكافة عتاده وقواته إلى باخموت رغم تحذيرات الغرب له من عدم الإقدام على هذه الخطوة. حروب شوارع في باخموت، بتلك الكلمات علق أحد الجنود الأوكرانيين الفارين من ساحة القتال في باخموت، والذي أكد على أن الجيش الأوكراني لا يقاتل من أجل أوكرانيا في باخموت، وإنما يقاتل من أجل هوى زيلينسكي ورغبته في تدمير خيرة قواته في هذه المدينة التي لن يتمكن من استعادتها مرة أخرى. كما أكد على أن هذه المدينة صارت مدينة أشباح نتيجة كثرة الدمار والمنازل المهدمة بفعل الضربات الروسية. كما أضاف بأنه حال اعتراض أحد الجنود أو قادة الجيش الأوكراني بالمدينة على تنفيذ الأوامر يتم قتله بالرصاص حيا، ويتم إلصاق التهمة بالقوات الروسية، وأنه أصيب جراء المعارك في باخموت. ويرى مراقبون أن هذه التصرفات من الجيش الأوكراني إنما تأتي من حالة اليأس التي أصابتهم نتيجة استمرار عناد زيلينسكي على استعادة المدينة، وفي الوقت نفسه الضغط الروسي على احتلالها والسيطرة عليها. معركة دامية في باخموت يصفها معهد الحرب والأمن القومي الأمريكي بأن الجيش الروسي وقوات فاغنر يكثفان هجومهما على طول الخط الحدودي لمدينة باخموت، وأن قوات فاغنر باتت تسيطر على شمال شرق المدينة، واقتربت سيطرة الروس على منطقة مصنع أزوفستال للصلب في إقليم دونيتسك. خطوات روسية وتصعيد شديد في ظل سعي صيني للتهدئة في هذه الحرب ووقف نزيف دماء الأوكرانيين أمام الآلة العسكرية الروسية، إلا أن خبراء عسكريين روس أكدوا أن الغرب لا يسعى للسلام، خاصة في ظل ضغطه على أوكرانيا باستمرار المعركة ودعمه لها عسكريا وماديا، وهو ما يدفع زيلينسكي الذي تداعب عقله ومخيلته استعادة الأراضي التي سيطر عليها الروس في أوكرانيا مرة أخرى، وهو ما يعتبر ضربا من الخيال في الوقت الحالي.
هذا وتشير صحيفة بيلد الألمانية إلى خطة أوروبية يتزعمها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس من أجل الضغط على الرئيس الأوكراني زيلينسكي بقبول الوثيقة الصينية. وماذا بعد؟ ليأتي الجواب من الصحيفة أن الخطة الأوروبية تكمن في قبول التفاوض مع بوتين من أجل إنهاء الحرب، ومن ثم إعادة بناء القوات العسكرية الأوكرانية بأحدث ما توصلت إليه ترسانة النيتو العسكرية، ومن ثم يتمكن الأوكرانيون من صد أي هجوم روسي محتمل في المستقبل. إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية رفضت تلك الوثيقة على لسان الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه لا يمكن الوثوق في وثيقة صفق لها بوتين. كلمات قالها بايدن أكدت للصين أن الولايات المتحدة لم ترى في هذه الوثيقة خيرا للغرب وأوكرانيا، أن الهدف منها المصلحة الشخصية لبوتين. إلا أن الصحيفة أكدت أن أوروبا باتت تضغط على زيلينسكي من أجل قبول التفاوض مع بوتين، وذلك جاء في تخفيض حجم الدعم العسكري المرسل إلى القوات الأوكرانية، وهو ما سيدفع زيلينسكي لقبول التفاوض والجلوس إلى طاولة الحوار. هذا وتتصاعد وتيرة المظاهرات في ألمانيا وفرنسا المنددة باستمرار دعم أوكرانيا، ومزق المتظاهرون أعلام حلف النيتو وهي رسائل أوروبية شعبية للغرب بضرورة وقف الحرب. وفي الوقت نفسه خرج مستشار الرئيس الأوكراني بتصريحات محذرا فيها بكين من الإقدام على خطوة دعم روسيا بالمعدات العسكرية، وأن هذه الخطوة سيكون لها مردودا دوليا، وهو ما دفع محللون إلى التأكيد على أن أوكرانيا تسير في اتجاه إشعال حرب عالمية بين الغرب وروسيا، وذلك من أجل الانتقام من بوتين. هذا وانتشرت مقاطع مصورة للعديد من المعدات والدبابات العسكرية في رومانيا، والتي سيتم إرسالها إلى الحدود مع مولدوفا تمهيدا لنقلها إلى الحدود الأوكرانية استعدادا لهجوم الربيع من قبل القوات الروسية، والتي باتت تحشد قواتها بشكل كبير وملحوظ قرب الحدود الأوكرانية، وهو ما يعتبر تطورا خطيرا ومؤشرا على قرب الهجوم الروسي المحتمل. يأتي ذلك في ظل تراجع الدعم الشعبي في أوروبا والغرب، ناهيك عن توقف العديد من حزم المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا، ما يؤكد على أن القيصر بات يحسم الحرب لصالحه.